دايما متعودين ان احنا نعرض على حضراتكم اسطوره من اساطير النادي الاهلي. النهارده ان شاء الله معانا اسطوره جديده من اساطير النادي الاهلي، نجمنا النهارده هو الرائع مروان كنفاني. ده طبعا حارس مرمى كبير جدا جدا، صاحب الجنسيه طبعا الفلسطينيه، سطر طبعا تاريخ مع النادي الاهلي في مركز حراسه المرمى، جعله من احد اهم اللاعبين في جيله. طبعا هنشوف ان شاء الله تقرير عن هذه الاسطوره بعد التقرير فاصل، ونرجع مع ضيفنا الكريم الاستاذ طارق الادور. سطر تاريخا كبيرا مع النادي الاهلي في مركز حراسه المرمى، جعله احد اهم اللاعبين في جيله. حارس المرمى الفلسطيني العملاق مروان كنفاني. لعب كنفاني في صفوف الأهلي السوري بدمشق ومنتخب المدارس ومنتخب سوريا خلال الوحدة العربية، ثم التحق بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية. وأثناء مواجهات كروية مع الجيش الثاني المصري، تم اكتشافه من مسؤولي النادي الأهلي الذين طلبوا التعاقد معه. انضم كنفاني للأهلي عام 1961 وسط كوكبة من الأساطير، على رأسهم صالح سليم وفاروق الضضوي وميم الشربيني ومحمود الجهري وطه إسماعيل. مروان الذي تألق في مركز حراسة المرمى لم ينسى أبدا طلب والده باستكمال مشواره الدراسي، مما ساعده بعد نهاية مشواره الكروي على الاتجاه للعمل السياسي والكفاح من أجل نصرة القضية الفلسطينية. ورغم تألق مروان كنفاني وزوده عن مرمى الأهلي مواسم عديدة، يبقى موسم عام 1960-1961 أحد أبرز مواسمه على الإطلاق، والذي كان سببا رئيسا في جمع كل البطولات التي شارك فيها النادي، بدءا من بطولة الدوري العام، ثم بطولة كأس مصر، ثم كأس الوحدة بين مصر وسوريا.